إما يولي الفريق مطوس ياس إما ياس الفريق بعد شهر يموت أتوات أتوات خاطر مازال سي العدة العدة ربي العدة كبر تروامو ربي ناد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع ما يفريس باريزون برمي جانفي أبري مثلا 28 جانفي يموت أتوات مالغري فرا إناس فرا ما يموت ما ثبوت نساف أتسيوات أخطر عقد الزواج مازالش من اللي راهي فوق أبري نتكفى العدة خطر ولي قانص عدة في طلاق رجعي مازال العقد من اللي عندنا تروا موا لا خلاص أتسوغال بائن بينونة صغرى تجيش نشفو انشفو تايا يولي فاليد ولي متوسط طلاق بائن بينونة كبرى في مرض الموت اللي قرص الفقهاء اسمها طلاق الفار بلا همزة مثلا مثل همزة طلاق الفار معناه الفار الذي يفر من الميراث سيتادير من مبدا الغاشية تاع ديال ساس نساق نتزورهم يسلاس نسقر الوقيلة لحداش هاكي بقى لاش الور في نفسي ساعة تريكا وقاف وكذا يزرب لي ثم توصي ساعة تورث ما يسعى سوء النية يفرياس ثلاثة كالس النية مضى فريغة 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 شاهدوا يا ناس بطلاق بائن بين الكبرى أقرا يموت أزكامين يومين عشرين عشرين يوم أتصورت مالغري طلاق بائن بينونة كبرى أي غير أخطر في الرؤية دي من مي ظرا لي سيركونستونس من مي ظرا يظرا في ظروف مرض الموت لهلاك الموت الفقهاء كان ثلاثة شروط لتعريف مرض الموت الشرط الأول أن يكون المرض مقعدا له عن قضاء مصالحه وزميرا يقضوا شغال واحد سد يقضوا هذه سفارة هذه الكبل كاروكا وزميرا شرط السن أن يكون هذا المرض غالبا ما يؤدي إلى الوفاة العبرة بغلبة الظن والعبرة بالغالب أما النادر فلا حكم له يعني جينيرالمون لهذا كان باقي يتساوي بافيس أم الكونسير بعيد هاد الشريعة يعني أكيد الطباء ستاد فينال في كاس ديال تشاليسو لونجاج اللي مات في كاس ديال تشاليسو من بعد فهم يا فهم الشرط الثالث أن ينتهي مرضه بالموت فعلا معناه يموت فعلا إذا توفرت هذه الشروط يعتبر مرض الموت وهذا المريض مرض الموت أول ما تنفروا الدنيا تنفروا في مانيس أتوات ظهر في الزمن عثمان بن عفان ثم شاو تم تلقي سوا سوا ارقى زيوف من مليح ابارينا الدرنير ميميو تلقيني مازال سلاح قليسا يفريسي بطوثيس طلق دائم وحد الصحابة ناسيا امير المؤمنين عثمان بن عفان السلفانية يفريس الفقهاء قارن دائم طلق دائم سوا ثور ثرى إن ستوث عثمان بن عفان يبويس القاعدة إن من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه وفي رواية عوقب بعكس مقصوده طريقة رواية يعني رواية من القاعدة بطريقة منهم إنس من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بعكس مقصوده النية يسلينا فروح باش للحرمان باش يتسي حرمان ولكن الناد ولا قاضي حرميون ويصل من يرد كنكا السجنة في إن شاء الله.